الاخيره في وجود محمد صلاح، وحضرتك اكيد من اوائل الناس اللي كتبوا واتكلموا وقال محمد صلاح شارك بكل قوه النهارده وانه جاهز لمواجهه روسيا يوم الثلاثاء ان شاء الله. والله النهارده كان في تدريب صباحا في 11 صباحا في معسكر المنتخب على ملعب احمد ارينا في مدينه جروزني، وكان تدريب قوي وجميل وممتع، واقدر اقول لك مبشر بالخير لان صلاح النهارده شارك بكل قوته. صلاح كان بيلتحم وبيشترك وبيسجل يعني كل الروح اللي كانت موجوده عند صلاح الحمد لله استعادها النهارده، والواضح ان هو اطمن 100% على نفسه، والواضح ان الجهاز الفني والجهاز الطبي اطمن بدرجه ممتازه عن محمد. فاقدر اطمن حضرتك واطمن كل جماهير مصر ان شاء الله رب العالمين محمد صلاح نجمنا الكبير ذا ايجيبشن كينج جاهز جدا للمباراه القادمه باذن الله والباقي البطوله. يعني استاذ مصطفى اكيد يعني هل ظهر بعض تكهنات او بعض توقعات مين اللي ممكن يخرج من تشكيله منتخب مصر؟ كلام بيقول على خروج مروان محسن من التشكيله الرئيسيه او عوده محمد صلاح ليشارك في مركزه الرئيسي بدلا من عمرو ورده. هل الكلام ده صحيح ولا لسه محدش عارف؟ والله لا، كلها مجرد تكهنات. يمكن اقول لحضرتك ان احنا لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها والجلسات مع اللاعبين ومع الجهاز الفني لسه الامر لم يحسم بعد. يمكن ان بكره صباحا ان شاء الله هيكون في بعد الافطار في جلسه بالفيديو، محاضره بالفيديو بين الجهاز الفني واللاعبين، ويمكن بعد التمرين الرئيسي بكره ان شاء الله في 7:30 مساء على استاد سان بطرسبرج اللي هيتلعب عليه المباراه، وده التدريب الرئيسي. يمكن بعد التمرين هيكون في فكره كبيره عن التشكيل المتوقع للمباراه الهامه جدا. طبعا في تكهنات بتقول ان ممكن مستر هيكتور كوبر ينزل محمد صلاح ويلعب ورده وتريزيجيه تحتيه، وفي حد بيقول تاني لا هيلتزم مروان محسن يفضل موجود، ومجرد التغيير بنزول اللاعب الاصلي محمد صلاح في مكان عمرو ورده. كلها مجرد تكهنات، لكن اقدر اقول لحضرتك ان كل كتيبه مقاتلي منتخب مصر جاهزه معنويا، جاهزه نفسيا، جاهزه بدنيا، جاهزة فنيا بإذن الله رب العالمين، لأن مباراة كبيرة زي ما حضرتك عارف، وهي تعتبر من أقدر أطلق عليها إن هي من أهم مباريات المنتخب الوطني المصري في العصر الحديث. يعني حضرتك كنتوا متواجدين في مباراة أوروجواي وكان الوجود أو التواجد الجماهيري كان كبير، ما كانش وحش، لكن بقى هل وحضرتك عارف ان سان بيترسبرج يعني من اهم المدن اللي موجوده في روسيا، واكيد عارفين ان في تواجد جماهيري كبير جدا جدا هيكون موجود ان شاء الله في المباراه، هل ده هيكون عامل ايجابي كبير للمنتخب وهيديهم يعني حماس وقوه داخل مباراه منتخب روسيا ان شاء الله؟ طبعا كان عامل كبير جدا في المباراه اللي فاتت. يمكن اقدر اقول لحضرتك اللاعبين مجرد نزولهم لملعب المباراه وكانوا حتى بيقولوا التعليقات ديت لبعضهم وعلى الدكه وبيقولوها لنا، هم حسوا نفسهم في القاهره بالجمهور الكبير اللي موجود، ما كانوش متخيلين ان ده هيكون. يمكن اكد لحضرتك ان في كثير مصريين كانوا مشتريين تذاكر وللاسف ما راحوش ماتش يكاترينبرج. بعيد ها؟ بعيد، المسافه بعيده جدا. لا، وكان في مشكله اكبر ان صعوبه انك تلاقي رحله لو انت مش مسكدول جدولك ان هتلاقي رحله وتكون حاجزها من زمان، فلان كانت كل رحلات الطيران منتهيه، وكان اي حد عايز يسافر سواء من سان بطرسبرج او من موسكو، دي اكبر المدن اللي موجوده في روسيا طبعا، واللي معظم المصريين بيسافروا عليها لان دي خطوط الطيران اللي شغاله من مصر، فكان لو هيسافر بوسيله ثانيه فكان هيكون القطر، والقطر بياخد اكثر من 24 ساعه عشان يكون موجود هناك، فدي كانت مشكله كبيره. حجز التذاكر كان بنسبه كبيره جدا لصالح مصر. يمكن حتى التواجد في الملعب كان واضح جدا ان الجمهور المصري كان هو اللي مسيطر، سواء في التشجيع، في التعليقات، في المتابعات خلال المباراه، وده ادى روح كبيره. يمكن هنا في سان بطرسبرج المصريين كتير جدا، العرب كتير، الليله والليله الجايه يمكن البحث عن تذكره هو شعار اليوم وشعار الليله وشعار اليومين الجايين. حاجه من رابع المستحيلات يا استاذ مصطفى. صعبة جدا، ويمكن الكل بيتعشم، بس للأسف التذاكر فعلا صعبة جدا المباراة دي، مباراة روسيا بالذات، لأن معظم المصريين مركزين جدا مع المباراة. يمكن في رحلات خاصة جاية من مصر كتيرة قوي، يعني النهاردة وبكرة هيكون في رحلات كتير جدا. بالظبط، يعني السفير المصري أعلن كان الإحساس
كان الاحساس من بدري ان دي هتكون المباراه الفاصله والاهم، كان عدى المصريين وسبحان الله يمكن هو فعلا اللي حصل. كمان في حاجه جميله جدا موجوده هنا في سان بطرسبرج، يمكن اقولها لحضرتك على الهواء، ما اعرفش تعرفوها ولا لا، يمكن فان زون او منطقه المشجعين. مصر عامله منطقه خاصه بيها ومفتوحه فري لكل الجنسيات والروس بالاخص، فيمكن هي اكبر منطقه مشجعين هنا في سان بطرسبرج بعد ما السلطات المحليه الروسيه سحبت الترخيص من الفيفا قبل المونديال بحوالي اسبوع. هم اضطروا يعملوا فان زون جديده او منطقه مشجعين جديده، لكن منطقه المشجعين المصريين هنا اللي عملها الاتحاد المصري وشركه برزنتيشن ستور يمكن من اهم المناطق المشجعين، وبتشهد اقبال كبير جدا من جميع الجنسيات لمتابعه المباريات خلالها. فدي حاجه كمان جميله. اكيد طبعا اكيد. لكن حضرتك بقى وحضرتك موجود يعني داخل البعثه وعارف يعني كل كبيره وصغيره، وحصلت مشكله بلا مشكله في على السوشيال ميديا وفي بعض الاعلام، ان بعد ما محمد الشناوي فاز بجائزه رجل المباراه ورفض استلام الجائزه، سمعنا كلام كتير قوي. عايز اعرف بقى من حضرتك كل اصداء المشكله اللي تم الاعلان عنها بعد ما محمد الشناوي رفض انه يستلم الجائزه من شركه باد، الشركه الراعيه واللي بتسلم رجل المباراه بعد كل مباراه. وكمان الفيفا اخذ قرار يمكن عجبني جدا جدا، انه تم الغاء كل الجوائز الخاصه من هذه الشركه لو تم اختيار لاعب عربي او لاعب مسلم. انا عايز اعرف بقى حاجه، اسمع القصه وتقول لي بالظبط ايه اللي حصل. يعني هو طبعا كانت في سعاده بالغه في البعثه وفي المنتخب وفي اللاعبين ان تم اختيار رجل المباراه مصري ويكون محمد الشناوي. محمد فوجئ ويستلم الجائزه ان هي عباره عن كوبايه كبيره او الشكل نقدر نقول كاس من البيره. فطبعا هو مش كاس من البيره فعلي، لكن هو على شكلها بالظبط مجسم. فهو فوجئ، هو طبعا طبيعه والفطره اللي عند محمد خلته يشمئز ويرفض ان يستلم الجائزه. مسؤولين في علشان كده اتخذوا قرار محترم بان هم يفهموا المشاعر الدينيه اللي موجوده عند اللاعبين المسلمين بالاخص، مش مصنفينهم عرب او خلافه، اللاعبين المسلمين بالاخص، وان دي عقيده في الاسلام، ان ده شيء محرم في الاسلام انك تشرب ده. فعشان كده خدوا قرارهم، وكان قرار سريع ومتفاهم ومحترم جدا، بان لو فاز اي لاعب مسلم بجائزه المباراه لانه هيكون مش هيتم تقديم الشكل الجائزه له من شركه القمور الراعيه لكاس العالم. طب هاخد حضرتك لشقين، اول شق، هل الفيفا ممكن تعوض محمد الشناوي بجائزه بشكل مختلف؟ هو انت خلاص محمد يعني المنظمه ان هي لما تعتذر او تاخد قرار بان هي اي لاعب مسلم هيتم طبعا عدم وجود شعار بجانب اسمه في مان اوف ذا ماتش، وايضا عدم تسليمه الجائزه او الشكل حضرتك قلت عليه ده. هل حضرتك شايف ازاي بقى السوشيال ميديا او الاعلام المصري حضرتك بترد يعني تقول لهم ايه على ان الفيفا بيدافع وبيتكلم على ان دي تخالف العادات والتقاليد؟ مش في مجال ان انا ادافع عن الاتحاد الدولي من عدمه، لكن انا في مجال ان انا أثمن التدين اللي موجود عند اللاعب المصري وأهمية حفاظه سواء على الكالتشر بتاع ثقافته أو على تدينه، وده شيء محترم العالم. لا أنا بتكلم يا أستاذ مصطفى في حاجة، أنا بتكلم في حتة إن ده تم فعلا من الفيفا، لكن بعض الأقلام وبعض السوشيال ميديا بيقللوا، يعني بيقولوا كان لازم الشناوي ياخدها، ما ينفعش إن هو كان يرفض. فده اللي بتكلم فيه، إن إزاي الفيفا تتكلم وتصرح وتقول إن هي بتعتذر أو إن هي بتبين حاجة إيجابية، وفي نفس الوقت الشعب المصري أو الجمهور المصري اللي المفروض يبقى يعني فرحان إن الشناوي رفض حاجة زي كده، إن هو بيقلل منه أو بيقولوا ان هو ما ينفعش ان هو ما كانش ياخد الجائزه. يمكن اقول لك بالراحه شويه على الشعب المصري، احنا اول مره نطلع كاس عالم في 2028. مظبوط. تجربه جديده على الكل، تجربه جديده على اللي بيديروا، تجربه جديده على اللي بيكاتشينو اللي بيديروا فنيا، تجربه جديده على اللاعبين، تجربه جديده على المجتمع كله المصري، بس تجربه جميله طبعا. نتمنى يا رب ربنا يوفقنا فيها كلنا، ونتمنى ان الناس كلها تبقى بتفكر في حاجه واحده بس، تفرح ان انت مصر في كاس العالم، وادعم منتخب بلدك، ما تفكرش في حاجه ثانيه، ما تفكرش تصفي حسابات مع اشخاص، ما تفكرش تصفي حسابات مع لاعبين،
فكر بس في اسم مصر، فكر بس في الهدف التاريخي، في الملحمة التاريخية اللي احنا موجودين فيها. اسم مصر عامل ازاي النهاردة؟ الاعلام لو كان في 35 صحفي مصري يتصور كانوا موجودين في انتظار البعثة المصرية والفريق المصري هو جاي على سان بطرسبرغ، اقدر اقول لحضرتك ان ثلاث اضعافهم كانوا اعلام روسي واعلام دولي. حضرتك انت عندك قيمة كبيرة جدا في منتخب مصر، عندك لاعبين كبار، عندك جماهيرية كبيرة، عندك محمد صلاح. محمد صلاح يمكن لو كنا بنتكلم وبنقول محمد صلاح قيمة ومحمد صلاح معنى ومحمد صلاح، لا، محمد صلاح قيمة كبيرة. مفيش اعلان في الثلاثة الأوائل أو الأربعة اللي بيتكلموا عنهم. أقدر أقول لحضرتك إحنا الحمد لله رب العالمين، إحنا منتخب محترم جدا. أدأنا في المباراة الأولى أكد نظرية العالم عننا إن إحنا منتخب محترم في غياب محمد صلاح، فما بالك إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله بعد رجوع محمد صلاح. يمكن كلنا لازم نبقى عارفين إن دي أول مباراة لمحمد صلاح بعد الإصابة، فأكيد أكيد ما نكونش مستعجلين على مستوى محمد صلاح، ونقول ان شاء الله رب العالمين ربنا يوفقه ويؤدي بمستواه المعروف عنه يا رب. استاذ مصطفى يمكن بشكر حضرتك وان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر وربنا ينصر المنتخب يوم الثلاث. وجود حضرتك كان مهم جدا معايا، اتكلمنا بشكل عام على منتخب مصر وطمنا على نجمنا المصري احسن لاعب في افريقيا، احسن لاعب في الدوري الانجليزي محمد صلاح، واكيد طبعا اتكلمنا على الشناوي افضل حارس في او افضل لاعب في مباراه مصر واورجواي.